嗯。<Thank you. S 2> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين وعلى جميع الانبياء والمرسلين. كيف يمكن للشكر ان يغير حياتنا الشكر هو مفهوم من المفاهيم التي ركز عليها القران الكريم كثيرا وارتبط مفهوم الشكر بكثير من القضايا وبكثير من القصص وشكل بذلك محورا اساسيا ومرتكزا اساسيا في القران الكريم يمكن لنا لو دققنا النظر وراجعنا الكثير من الايات القرانيه والاحاديث المرتبطه بمفهوم الشكر لوجدنا لو بان هذا المفهوم يمثل محورا ومفتاحا اساسيا في حياتنا عموما ليس في حياتنا الفرديه فقط ولا في حياتنا العباديه من حياتنا الفرديه وانما في مختلف نشاطات حياتنا ما سنحاول ان نطل عليه هنا في هذا اللقاء هو مجرد اشارات لهذا المفهوم وتحديد كيف يمكن لهذا المفهوم أن يفيدنا في حياتنا بحيث إذا خرجنا من هذا اللقاء كان هناك كلمة مفتاحية مفهوم مفتاحي يمكن أن نستخدمه بشكل يفيد حياتنا ويغير من حياتنا نحو الأفضل لو رجعنا إلى طبيعة وجودنا نحن كبشر في هذه الحياة الدنيا ما هو العنوان الذي يحكم كل انشطتنا كل انشطتنا في هذه الحياه منذ ان نزلنا على هذه الارض منذ ان هبط ابونا ادم الى هذه الارض ما هو العنوان ما هي المهمه التي علينا ان نسعى اليها لو تلونا قول الله تعالى في سوره النحل يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أي أن كل الأسلحة كل الأدوات كل الأجهزة التي منحنا الله سبحانه وتعالى إيانا والتي هي في الحقيقة الأسئلة الأجهزة التي تميز وجودنا البشري عن سائر المخلوقات السمع والابصار والافئده لاجل ماذا لاجل ان تشكر ايها الانسان طبعا هناك اشارات كثيره في الايه لن اقف عندها العلاقه بين لا تعلمون وهذه الاجهزه والشكر لكن قد يتضح شيء منها في ما يلي من نقاط نثيرها في مقابل ذلك المهمه اذا كانت هي الشكر طبيعه الصراع الذي بدا في الجنه جنه ادم وهبط هذا الصراع مع ادم الى الارض طبيعه هذا الصراع ما هو او ما هي يقول الله تعالى في متحدثا على لسان ابليس فيما قاله لله بعد ان فشل في تجربته في السجود لادم واستكبر وكفر واخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة بسبب استكباره ماذا قال؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم يعني من امامهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم يعني كل واحد اتيه باسلوب انوع كل الاساليب حتى اوقع كل البشر كل باسلوبه في الغواية الهدف ما هو؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين مهمتنا في هذه الحياة الدنيا هي الشكر لله سبحانه وتعالى إبليس خطته جهده أساليبه أعوانه كل ذلك لأجل أن يمنعنا من الشكر لأجل أن يمنعنا من الشكر السؤال هنا إذا كانت المهمة التي نحن موجودون من اجلها في الحياة هي أن نشكر الله سبحانه وتعالى وإذا كان صراعنا أيضا واضحا هو أن إبليس وكل من يسير في ركبه كل جنده كل أتباعه هؤلاء مهمتهم أن يمنعونا من الشكر إذا طبيعة الحياة تتحدد وفق هذين المفهومين الشكر من جهة والكفر من جهه لا تجد اكثرهم شاكرين اي تجدهم كافرين كما كان ابليس استكبر وكان من الكافرين يريد ايضا ان يجعل الناس يستكبرون وكافرين كذلك اذن الثنائيه التي نجدها امامنا من خلال مراجعتنا للخطاب القراني المتعلق ببدايه الخليقه الـ المفهومين او الثنائيه هي بين الشكر والكفر بين ان يشكر الانسان وبالتالي يحقق ما جهز الانسان من اجله وبين ان يكفر الانسان في هذه الحياه السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو هذا الشكر هل بان يمسك الواحد منا السبحه ويقول الحمد لله أو الشكر لله هل بأن يمسك الإنسان اليوم العداد الآلي ويقضيه من الصباح إلى المساء والحمد لله الشكر لله هذا شاكر أو أن للشكر مفهوما آخر طبعا لا شك بأن هذا من الشكر يعني هذا ذكر الشكر هذا نوع من التعبير عن الشكر لكن حقيقه الشكر هي ليست فقط ان يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى بالحمد له بالشكر له وانما لها لمفهوم الشكر ابعاد متعدده وفي الحقيقه هناك ثلاثه ابعاد اذا اردنا ان نفهم حقيقه الشكر انطلاقا من مراجعتنا لكثير من الايات القرانيه والاحاديث الشريفه نستطيع ان نخلص الى ان مفهوم الشكر في حقيقته والذي يمثل مهمتنا في الحياه والذي يمثل وجهه الصراع بيننا وبين قوى الشر في هذه الحياه هذا الشكر له ابعاد ثلاثه البعد الاول هو البعد العقدي بمعنى البعد الايماني ان نؤمن بان هذا الذي بين ايدينا هذا الذي نحصل عليه هو نعمة انعم الله بها علينا فهي تنسب اليه. الله هو المنعم، الله الذي اعطانا هذه الاجهزة التي نكتشف بها الحياة، الله الذي اغدق علينا نعمه، الله الذي يرزقنا، الله الذي يحيينا، الله الذي يلطف بنا، الله الذي يعفو عنا، يغفر لنا، يعطينا القوة وهكذا. أن نربط بين نعم الحياة كلها ولن نجد شيء من غير الله عز وجل في شيء غير الله أعطانا إياه ما في حتى قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي الله ما دخل وخسفنا به وبداره الأرض كل شيء في هذا الوجود إنما هو موجود بالله عز وجل وبالتالي كل ما نحصل عليه هو من الله سبحانه وتعالى هذا الإيمان هو أساسي لأن هذا الإيمان هو الذي سيحكم الوجهة في الأبعدين الآخرين من سأشكر عندئذ يعني إذا كنت مؤمنا بأن هذه النعم هي من الله جل وعلا فإذا من سأشكر عندئذ غير الله سبحانه وتعالى هنا يأتي البعد الثاني من الشكر والذي يتضمن أمرين البعد الإيماني طبعا هو يشير الى ليس فقط اعتقادنا ان الله انعم علينا بذلك الا لو سالنا كثير من الناس المؤمنين يقول الله انعم علينا بذلك في شيء ابعد من ذلك تحسس ان الله سبحانه وتعالى قد شملنا بجميله واحد لما بيجي لعند واحد بالحياه وبيعطيه دين واحد محتاج في وقت معين يحتاج الى قرض مثلا بيجي بيقدم له قرض ومن دون فوائد كم يحس الانسان بجميل هذا الانسان الاخر بضله حامل هذا الجميل بيقول له جميلك فوق راسي طول حياتي والى ولد الولد لما نؤمن بان الله عز وجل هو الذي ينعم علينا بالهواء الذي نتنفسه وبالماء الذي نشربه وبالطعام الذي ناكله وبالقوه التي نحصل عليها لما نؤمن بذلك هل نتحسس الجميل او لانه نحن معتادين على ذلك ولدنا وكل هذا معنا بالتالي الجميل ما بنحسه كثير ما تعودين عليه انه هذا شيء طبيعي نقول هذا الطبيعي نحتاج الى ان نتحسس من خلال الايمان بالله عز وجل انه لولا ان الله يمدنا بذلك ويعطينا بذلك يعطينا ذلك لما كنا حصلنا على شيء إحساسنا بالجميل هذا مستوى من الشكر نسميه الشكر الوجداني لما نبحس أنا أؤمن بأن ما يعطيني إياه الله من النعم منه عز وجل وأحس بجميل هذه هذا المنعم علي عندئذ يلهج لساني بالذكر لله عز وجل بالحمد لله يعني لما بكون عم بشرب مي مرات بكون متعود وأقول أنا الحمد لله لكن لما أنا بحس بالماء وكيف ينزل الماء أتحسس هذا الماء كيف ينزل إلى جوفي وكيف يروي شراييني وعروقي وأحمد الله عند إذن الحمد هون يختلف له نكهة أخرى وهذا بده نوع من الالتفات الإنسان لما بيشرب بشكل عادي طبيعي أحيانا بيكون عم بفكر بكثير من الأفكار الأخرى بكثير من القضايا ما بيلتفت إلا وهو قد أنهى كوبه الذي بين يديه لكن لما بيكون الإنسان عم يرتشف الماء وهو يتحسس هذه النعمة التي روته من العطش والتي تغسل أمعاءه والتي والتي فيها كل فوائدها التي جعلها الله سبحانه وتعالى لجسده ثم يحمد الله بعد ذلك إحساساً بهذا الجميل هذا الحمد عندئذ يختلف التعبير فيه هو نوع من العباده فعليا فيها نوع من الخشوع لله عز وجل نتيجه ارتباطي هذه النعمه التي حصلت عليها بالمنعم الذي اعطاني اياها وحصلت على فائدتها وتحسستها بمشاعري واحاسيسي هذا ما بيحصل هيك بالايمان فقط هذا يحتاج الى التفات دائم تحسس دائم والبعد الثالث من الشكر إذا الأول البعد هو البعد الإيماني الذي يتضمن أمرين الفكري والوجداني البعد الثاني هو البعد اللساني التعبيري نعبر عن هذا الذي في قلوبنا من الإحساس بجميل المنعم نعبر عنه بالحمد لله سبحان الله الشكر لله ذكر الله عز وجل البعد الثالث هلا هون قبل ما اروح على البعد الثالث ابليس يمكن ما يكون عنده كثير مشكله بالبعدين الاولين خليك كامش المسبحه من الصبح للليل وقول الحمد لله ما في مشكله حتى لو تحسست ان هذا من الله ما في مشكله اللي بهم ابليس البعد الثالث سلوكك ايها الانسان تجاه ذي النعمه كيف هو سلوكك ايها الانسان فيما يرتبط بهذه النعمة التي بين يديك كيف يتحرك في أي خط إلى أين يتجه إذا يتجه متجانسا مع البعدين الأولين يعني إلى الله إلى ما يريد الله إلى ما يرضي الله إبليس عنده مشكلة معك إذا لا نحن نؤمن بالله المنعم وتحسسنا هاي النعمة وعبرنا ما شاء الله من الـ ذكر القول واللسان بالحمد لله سبحانه وتعالى لكن سلوكنا كان على خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى ابليس ساعتها بيكون مبسوط ما عنده مشكله اذكر الله ما بدك بلسانك ما في مشكله لكن سلوكك اين هذه القضيه ولذلك هذه العناصر الثلاثه لا تكتمل حقيقة الشكر إلا بها وإذا بدنا نفهم نحن هذا الصراع الذي بيننا وبين إبليس أين يتمركز؟ فإنما يتمركز في هذه الأبعاد الثلاثة والبعدين الأولين الفكري والعقيدي والإيماني والذكري اللساني القولي هما لأجل أن يخدما البعد الثالث لأتذكر أنا إنه هاي النعمة من الله وين بيستخدمها فيما يرضي الله أو فيما يغضب الله لذلك الإمام علي يقول أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصي يا أخي ما بدك تشكر الله ماشي بدكش تذكر الله ماشي لكن على الأقل هاي النعمة اللي هو معطيك إياها ما تستخدمها أنك تعصي واحد قال له أنت صياد راح أهدى بارودة جف مثلاً راح اخونا اول اول طلقه بده يطلقها راح اطلقها على راس هذا الانسان هذا شو بيكون اقل شيء يا اخي قال له جاب لك هاي الباروده لحتى انت تتصيد بها اقل ما يلزمك شكرا لهذا الانسان أن لا تستعين بهذه لتضر به وهكذا الشكر العملي هو طبيعه مهمتنا في هذه الحياه والشكر العملي ومقابله الكفر العملي هو طبيعة الصراع بيننا وبين إبليس ولذلك لما منقول إبليس يقول لا تجد أكثرهم شاكرين يعني كافرين بنعمك يا رب ولما بتكون مهمتنا في الحياة هي أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليس فقط أن نذكره بذكر الشكر وإنما أن نشكره عمليا حتى ما نطول الشرح النظري بدنا نروح على نموذج واحد وإذا طلعنا فيه بشيء عملي من هذا اللقاء بكون نحن يعني قضينا ما علينا على الأقل صار عندنا شيء ممكن نحن ناخده كمثال كنموذج واحد عندنا بالبيت الآن منزوعة حنفية عنده صب صنبور المياه منزوع عم تنقط هاي النقطة اللي عم تنزل هي بين الشكر وبين الكفر نقطة المياه نقطة المياه تقديري لهذه النقطة من الماء تبرهن لي أنني شاكر وإذا كنت سأهملها تبرهن لي أنني كافر ولو بنسبة هذه النقطة ألا له واحد شو نقطة ماء يعني هذه النقطة ما ماذا تسوى لا شيء إذا بدك تروح تشتريها ما ما بياخذ منك ثمنها لكن الموضوع مش هون الموضوع ان عندما نفهم باننا في هذه الحياه الدنيا مسارنا كله من حيث نبدا بكل اجهزتنا بكل الظواهر الكونيه بكل ما اعطانا الله سبحانه وتعالى وجعله من حولنا وسخره لنا وانعم به علينا كل هذا بيجمع الشكر اذا ماذا يريد الله ان يقول لنا ان يقول لنا ايها الانسان الشكر عندئذ هو الكلمه المفتاحيه التي تحدد بوصلتك كيف تتجه تجاه التعامل مع هذه النعمه، نقطه المياه على صغر حجمها نعمه من نعم الله او لا؟ عندما تشكر الله تجاهها ماذا تصنع؟ بتروح بتصلح العنافين هذا شكر، ان لا تصلح ذلك الضرر والذي يؤدي الى الاسراف في المياه هذا ليس شكرا وبالتالي يبدا الشكر من احساسنا بهذه النعمه على حجمها خلينا نشوف اذا نحن حطينا هاي البوصله شو بنعمل تجاه المياه اول شيء شو بنعمل نقضي بالماء حاجتنا نحن عندنا حاجه الى الشرب مثلا نشرب وبالتالي نحن نستثمر هذا هذه النعمه فيما يرتبط بحاجتنا اشكر الله على نعمه الماء الذي جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء حي به وبالتالي اول شيء استثمر هذه النعمه في حاجاتي واقتصد يعني لا اسرف الامام الصادق ماذا يقول ان القصد امر يحبه الله وان السرف امر يبغضه الله حتى طرحك النواة البذرة بذرة الفواكه أو بذرة التمر أو ما أشبه ذلك حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء يعني طرحك للنواة إسراف إسراف كفر ولا شكر إذا أنا عم سبح الله وشربت الماء وتركت بالكوب وحتى صبك فضل شرابك الإمام الصادق يقول إسراف إذا أنا عم سبح وأنا شربت ماء وبقي في الكوب شيء ماذا صنعت به رميته شاكر أو كافر أنا بهذه النعمة نعم بالذكر أنا شاكر لكن بالفعل أنا كافر بهذه النعمة لأنني أسرفت بها أهدرتها الآن بيستعملوا هدر المياه هو إسراف هو نفس المفهوم فإذا شكر نعمة الماء عم نأخذ نحن الماء هلأ كمثال شكر نعمة الماء بخليني أقتصد يعني أنا قديش بدي إشرب قديش بدي إشرب صب قد ما بدي اشرب زياده ما بصب حتى لا ابتلى بان ارمي الزائد او اضر نفسي بان اشرب اكثر من حاجتي هذا واحد فاذا الاقتصاد شكر للنعمه نعمه الماء اثنين الماء الذي انزله الله سبحانه وتعالى من السماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا طهورا يقول مبالغه في الطهاره يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره شو بعمل انا بهذا الماء؟ بلوثه تلويث الماء سواء كنا عم نحكي عن انهار سواء كنا عم نحكي عن برك سواء كنا عم نحكي عن بحار سواء كنا عم نحكي عن ابار جوفيه ما عندنا مشكله كيف مياه الصرف الصحي بتنزل بتختلط بالابار الجوفيه او لا هذا كله شكر لله عز وجل إذا أنا عم سبح الله وعم صلي لله وأنا عم أقوم برمي نفاياتي في النهر أنا كافر بنعمة الماء إبليس مبسوط بكون فإذا بلشنا شو بصب فضل الشراب اقتصادي اقتصادي بالشرب بسدي لحاجتي هو شكر عملي مقابله الكفر العملي ولو بهذا المقدار لما بجي أنا بحافظ على نظافة المياه التي خلقها الله طاهرة فأنا أشكر الله على نعمة الماء هذا الشكر هذا فعل شكر وإذا لا بلوثها بكون فعل كفر لما بجي أنا بقوم حتى لما أهتدي وبتطور عندي العلم وبصير أنا أعرف بأنه الله سبحانه وتعالى هو على كل حال نحن استهدينا هذا الكون الله يكرر هذه المياه الان المياه بتكون آسنة بتتبخر بتنزل شو بتنزل شتاء طاهر ماء طهور هذه الطريقة اهتدى إليها الإنسان وأصبح هو يكرر المياه بعض الناس بيقولوا المياه في بريطانيا في لندن بالذات مشروبة سبع مرات يعني هم يكررونها هلا ما استعملوها للشرب ممكن يستعملوها لري لري المزروعات مثلا لكن لا يروون المزروعات كما نصنع نحن في بعض بلداننا نروي المزروعات بالمياه الآسنة نضر الناس ونضر البيئه ونضر المزروعات لا تكرير المياه هو فعل شكر لله سبحانه وتعالى تكرير المياه هو فعل شكر لله ترك المياه آسنه وتضر بالبيئه وما الى ذلك هو فعل كفر بهذه النعمه لما برجع بروح اكثر من ذلك اذا انا عندي اسراف شو بعمل الا اصنع ادوات حتى تحل المشاكل الا الجا الى ان اقوم بما يلزم لاجل ان امنع الاسراف اذا انا اقوم بفعل شكر طيب لنروح على أبعد شوي لنروح لبعد شوي واسع له علاقة بالمجتمع ككل إذا الله منعم علينا بأنهار في بلادنا ومنعم علينا ببحار ومنعم علينا بآبار جوفية وبجبال تمثل خزانات لهذه المياه ومنعم علينا بتنوع مناخ وما إلى ذلك كل هذا يعني نوصل إلى مرحلة بنتركه هكذا هذا شكر او كفر بينما لو قمت باستثمار كل ذلك بكل ما يعنيه الاستثمار من معنى بحيث انطلق انا بهذا الامر انطلق باستثمار على صعيد الري نقل مياه الشفا الى البيوت بلا الناس تسعى وراها هي بتجيها حتى تريح بالها من الموضوع حتى لما بيجي انا بدي اشتغل حتى شوف كيف يمكن لي هذا السؤال اللي بطرحه على نفسي كيف يمكن لي أن أشكر وأنا بروح ببحث وبكتشف وبشوف هذه النعم التي أعطاني الله إياها ما هو المستودع فيها شو فيها عناصر شو فيها فوائد كيف يمكن لي أن أحرك المعرفة والاكتشافات من أجل أن أستفيد وأستثمر مش هيك تطور الإنسان اذا انا التطور المعرفي بيصير فعل شكر يحدد لي الوجهه التي على اساسها ساحصل وسأحقق هذا الشكر العملي لله سبحانه وتعالى هاي بتخلينا بدوره منبلش بنعمه الماء اللي نحن بنستخدمه على بشو بالشرب بالحياه لنجد بان في هذا الماء الكثير من العناصر ولدينا الكثير من الادوات التي يمكن من خلالها ان نستثمر هذا الماء من أجل أن نحسن حياتنا نحن نحو الأفضل شو بيصير الشكر عبارة عن دورة حياة متكاملة نهضة متكاملة يقوم بها مجتمع وطبعا هون بلش نوزع مسؤوليات كيف بتشكر الوزارة وكيف بيشكر المجلس النيابي وكيف بتشكر الرئاسة وكيف بتشكر الأحزاب وكيف بنشكر سياسيا وكيف بنشكر اقتصاديا وكيف بنشكر نحن كمجتمع لنحقق كل ذلك الشكر في حياتنا هي مسؤوليات بتصير بنتركها ندخل في دورة الكفر شو دورة الكفر؟ المياه هدر من الفردي يعني من شرب الماء اللي بيبقى عندي أنا بكبه وبصب أكثر من حاجتي وبطبخ أكثر من حاجتي هلأ عم نحكي عن الماء كل شيء بالحياة اقتصاد ما بيعمل ليش ما مش ضابطه يعني برستيج ما بيسمح يا اخي الكبايات اللي منضيف فيهم احيانا ال... 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 نحن بس يجي عندنا ناس بنجيب كبايات احيانا نعلم مسبقا بان هذا الضيف لن يستطيع ان يشرب هذا الكوب قد ما كبير مثلا لا عيب طيب خلينا لكن نشتغل على الثقافه هذا العيب نغيره نخليه مش عيب بصير يمشي الحال بنكون شاكرين نحن ولا ندفعه هو الى ان يكفر عمليا بهذا المقدار الذي سيترك فيه في كوبه شيء من الماء الذي لم لم يلبي حاجته. شوفوا كيف وين بصير نحن الميزان؟ كيف كل شيء بنقدر نشوفه شكر بميزان الشكر وميزان الكفر العملي، مش القولي، نحن مستغرقين بشو؟ بالشكر القولي، نعتبر حالنا شاكرين في الوقت الذي قد نكون من اكثر الناس كفرا من دون ان ندري، مش عم نقول نحن كافرين من حيث نريد، لا. إذا بحكي عن دورة الكفر في مقابل دورة الشكر شو بيطلع عنا؟ إذا منروح منصرف على المستوى الفردي منروح منترك المياه تذهب هدرا في البحار من دون أن نستفيد منها منلوث الأنهار ومنلوث الآبار الجوفية ومنلوث البحار وما إلى ذلك وما عندنا مشكلة مهم نحن مرتاحين طيب ماذا سيحصل عند إذن؟ هذا الحزام المائي وهذه النعم المائية اللي الله معطينا إياها شو بيصير فيها؟ قابل للاستثمار أبداً استثمار ايضا ما من ما بنقوم فيه ما بنستثمر كل ذلك، هذا الاهمال كفر عملي، هاي دورة حياة. الأزمات اللي العالم عم يحكي عنها اليوم العالمية اللي لها علاقة بالتصحر نتيجة الكفر بالمناخ وبالبيئة اللي عم يعملوا عليه مؤتمرات، قبل كم فترة قريبة كان في مؤتمر في اسكتلندا كله لأجل هذا شو؟ هذا مش كفر بالنعم، طبعاً بيؤدي لك ايضا مشاكل وأزمات طب أنا كيف سأتعاطى مع هذه الأزمات إذا كنت من الآن ما مستعد غير سلوكي وطريقة تعاطية مع هذه النعمة التي هي المياه الشكر دورة حياة والكفر أيضا دورة حياة الشكر منهج يشكل بوصلة لكيف نتعاطى مع كل ما حولنا ولو بمفردة حطيناها مثال هي الماء والكفر أيضا كذلك منهج طيب إذا بيجي أنا بقرا مثلا أي قرآنية بتقول التالي ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله لاحظوا شو كفرت بأنعم الله يعني أنه الله مش موجود أنه هيك ألحدت عقائديا والله كفرت بأنعم الله أنه ما سبحت وقالت الحمد لله لا مش بس هيك هذا مطلوب صحيح لكن كفرت بانعم الله لم تستثمر نعم الله فيما خزنه الله فيها من فوائد ولذلك لما استثمرها الكافرون عقيده حصلوا على نتائجها هلا شكروا عملا للدنيا خير الله بيعطي الدنيا بيعطي فيها بقوانينها المؤمن والكافر هلا بالاخره اللي بيحصل اللي هو مؤمن انه عم يعمل ابلود للاخره بحسنات وب بياخذ بالاخره، اللي ما بده اخره وما مقتنع بالاخره بيحصل على الدنيا، يحصل عليها المؤمن والكافر، لكن هذا هو الشكر العملي اللي بنشوفه اليوم ببعض ما يمارسه الكافرون في بلدانهم من استثمار للمياه، توليد الطاقة والمنع وسن القوانين التي تمنع من تلويث الأنهار والبحار وما إلى ذلك. طبعا بيعملوا أشياء ثانية مش لا بس إنه آخر شيء المفرد نعم هم شاكرون عملاً. صح ليس شكرا بالمصطلح لانه ما رابطينه بالمنعم بس اخر شيء عم نتعلم ممكن نتعلم منهم كيف نستثمر ذلك هي اي قراني شكر منهج حياه ولذلك نقول اذا بدي احط هيك صورتين حد بعض لحتى يلخصوا لنا هذا الشكر يمكن فينا نحط صوره مسجد من جهه وصوره مصنع من جهه بما يعني يرمز إليه المصنع من نشاط كثير يقوم به المجتمع على مستوى العلم والاكتشاف والبحث والتنقيب والتنمية وما إلى ذلك مسجد لحاله ما بحق لي شكر نعم هو يذكرني بأن هذه نعم الله سبحانه وتعالى وأن علي أن أشكرها عمليا لكن مسجد لحاله خليك بمسجد أقعد من الصبح للليل واشكر الله وإحمده وضهار وإرمي مياهك وإهدر ماءك ولا تستثمر ولوث أنهارك وبحارك إبليس مرتاح ما عنده مشكلة تعال المسجد كل يوم وبكل وقت واشكر بهالطريقة ما عنده مشكلة ولا تجد أكثرهم كشاكرين إبليس هو أن يمنعنا من أن نحسن حياتنا أن نستعين بما سخره الله سبحانه وتعالى لنا ولذلك الصورتين مع بعضهم بدهم يمشوا الحياة العمل بكل مرافقه بكل مجالاته وايضا المسجد حتى يبقى شو الرابط متكامل ما بيشتغل بالحياه انه هاي النعم هيك حصلنا عليها طبيعه اعطتنا اياها لا اعرف ان هناك منعم اعطانا اياه وان لهذا المنعم قيما وان هناك قواعد ارادنا ان نسير عليها ولذلك بعض الايات شو بتقول فاتقوا الله لعلكم تشكرون شو الربط بين التقوى والشكر الاستقامة على ما أراد الله سبحانه وتعالى هو شكر ويؤدي إلى الشكر ولذلك إذا أردنا أن نختم طبعا ما عملنا سياحة بكل الآيات القرآنية وكل الموارد وإلا سنجد كثيرا مما يمكن أن نتحدث فيه لكن بدي أختم بأي نكررها كثيرا في حياتنا لما بنقرا قول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم ولا إن كفرتم ان عذابي لشديد سؤال على طبق ما قدمناه الان من كلام كيف نفهم الايه كيف نفهم العلاقه بين الشكر والزياده هل نفهم العلاقه بين الشكر والزياده ونروح على المسجد فقط ونقول يا الله احمدك على ذلك وبروح على البيت بتصرف بخلاف ما تقتضيه النعمه واستثمار النعمه وما يريد الله من هذه النعمه والله لئن شكرتم لأزيدنكم منشوف قدامنا لما الإنسان بيشكل عنده الشكر العملي دورة حياة كيف يمكن لهذا الشكر العملي أن يحقق في النتيجة ماذا؟ أن يحقق في النتيجة كل هذه الفوائد التي تبدأ من الإنسان الفرد لتعم المجتمع والشعوب بأسره والأمم أخذنا مفردة صغيرة اليوم هي مفردة المياه فينا اليوم كل واحد منا يروح إلى نفسه ويبلش يلاحظ ويحط هذا المفتاح هذا المفتاح يضعه امامه هذا هذه البوصله هل ما اقوم به شكرون أم كفرون؟ شكر ام كفر شكر لحتى احدد اذا شكر اذا بدي اروح انا ابحث ما هذا الشيء ماذا يختزن هذا الشيء الذي امامي خذوا طبقوا هذا الموضوع على النفايات مثلا قد فينا نعمل فوائد بالنفايات اللي نحن عم نكبها الان نعدم فيها البيئه والتربه والابار الجوفيه الان نطمر نطمرها بهذا الشكل وما يستفيد منه الإنسان وغير الإنسان كله سواء عم نهدره أليس هذا كفر بالنعمة؟ ماذا نصنع عندئذ؟ منهج حياة كيف يبدل حياتنا عندئذ؟ نظرتنا إلى أننا لا بد أن نشكر النعم التي عندنا التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي نعتبرها نفايات ولا أهمية لها كيف استفاد منها الآخرون؟ الله بيحاسبنا بكرة يوم القيامة عليه ليش؟ ليش الله بيحاسبنا؟ إذا كان هذا الشكر بهذه السعة بهذا المفهوم بهذه الأبعاد والشيطان بده يانا أن لا نشكر لو رحت عند الله يوم القيامة وقلت له يا رب أنا بالتعداد سبحت لك ومحمدتك أنا مليارات المرات بيقول لي شو عملت؟ كيف صنعت بالماء الذي أنعمت به عليك؟ بالهواء الذي أعطيتك إياه بالقوة التي منحتك اياها، كيف استخدمت القوة؟ في العدل او في الظلم؟ المواقع والمناصب، كيف شكرت الله عليها فاستخدمتها في سبيل الخير او في سبيل الشر؟ كله هيك بصير يحسب الانسان. وبالتالي المسؤولية تترتب ايضا على مدى ما نشكر او نكفر، لذلك سليمان بقول رائع عندما نظر الى هذه النعم التي اعطاه الله اياها والتي لم تكن لاحد من بعده. ماذا قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر بس الله ينعم علينا بشيء بجاه بمال بمنصب بقوه باي نعمه من النعم التي يعطي الله سبحانه وتعالى الناس اياها بس ينعم علينا بشيء لناخذ قول سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني يختبرني ااشكر أكفر كيف أشكر بده بحث بهاي القضية بهالنعمة كيف بشكرها حق شكرها بده يقوم بكل ما يلزم من أجل أن أستخرج كل منافعها من أجل أن أنتفع بها هذا شكر لله عز وجل أكفر بها يبدأ من إهمالها ويصل إلى استخدامها في طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى نسال الله ان يعيننا على انفسنا بما يعين به الصالحين على انفسهم وان يجعلنا من الشاكرين والحمد لله رب العالمين